مشاهدين قناة شوف تيفي، مرحبا بكم. مناسبة عيد الأم خرجنا الشارع الفاسي هنا في مدينة فاس وفتحنا فرصة وعطينا المواطنين التليفون وشفنا واش غايقولوا الأم ديالهم بمناسبة هذا العيد. نمشيو نشوفوا الإجابة ديال المواطنين ونرجع لكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، صباح النور الوالدة، كي راك مزيان؟ الوالدة ما عرفتيش شنو اليوم؟ ما عرفتيش شنو اليوم؟ اليوم 21 مارس كاين عيد الام، ودابا راني تلاقيت بواحد الاذاعه ديال شوف تيفي وعطاتني فرصه باش نقول لك شي كلمه اللي اش غادي نقول لك. هي بصراحه كلمه ما غاديش تقد باش نوصل لك واحد الميساج، مي بغيت نقول لك الوالده كل عام وانت بالف خير، والله يخليك لينا ويطول لينا في عمرك، وشكرا على كل شيء وكاع المجهودات اللي كديري معنا. واش غادي نقول لك، ما قديتش انني نوصف كيف كلمه واحده داكشي، علاش بصراحه انا راني ما عرفتش شنو غادي نقول دابا حاليا، حيت الام راه ما يمكنلكش توصفها بكلمه واحده، ولكن الاهم هو انني غادي نقول لك الله يخليك لينا ويطول لينا في عمرك. الله يرضى عليك. الله يرحم الوالدين الوالده، هذا هو الاهم، هو انك تقول لنا ديك الله يرضي عليك والله يخليك ديما معنا. الله يرضى عليك. السلام عليكم، شكرا لشوف التيفي اللي تحت لي واحد الفرصه باش نبارك الام في عيد الام اليوم. وانا ديجا اصلا مخاصم مع الوالده ديالي وما فاجئوني قالوا لي خصك تعيط للوالده وكذا، المهم انا غنتصل قدامكم بالوالده ديالي باش نعتذر منها ونطلب منها السماحه اليوم في عيد الام. واي واحد عنده ميمتو كنقول له ما تخاصم معها ما والو، الام راه هي كل شيء في الدنيا وعندك وبالك دير بالام ديما بالام الام الام. الو السلام عليكم. السلام. معك حمزه. لا فاش بغيتي؟ اي قلت لك واش مازال مقلقه عليا؟ اه نتصالحوا. هذا شكون معايا؟ ومعك حمزه. يلا صافي. وكيف الصار؟ ولا ما كاينش اللي يعاون تنتصالحوا. واش نتصالحوا ولا ما نتصالحوش؟ لا عاود قلت لك لا يسامح. لا يسامح. الو امي. الو وي كتسمعيني؟ انا جاوات كل ما شراني دابا غادي نقرا، وتلاقيت مع واحد الاذاعه ديال شوف تيفي وخبروني بان اليوم زعما عيد الام، وبغيت نبارك لك امي في هذا النهار، كنطلب لك الصحه والسلامه، ربي يطول ليا في عمرك وربي يخليك ليا ديما صافي. ايوا زين. الو آه. الو ماما. فين راكي؟ ماما حبيبتي. بغيت نقول لك عيد ام سعيد وكل عام وانتينا بالف خير، وسمحي لي بزاف الى على داك الشيء اللي كنت كندير وعلى المشاكل اللي درت لك ماما الحبيبه ديالي، وسمحي لي بزاف بزاف بزاف، وكنطلب منك المسامحة، وكل عام وانتينا بألف خير. وشوف تيفي واحد الإذاعة كنت غادية في الطريق وعطاتني واحد الفرصة باش نعيط لك ونبارك لك هذا النهار، وأنا تنبغيك بزاف ولهلا خطك هادي، ودعي معايا مامتي. يا ربي سهل عليك تنور طريقك جميع المسلمين. يا ربي امين يا ربي امين. الو ماما. انا رجاء. شو اليوم تسهلت لي واحد الفرصه نتاع شوف تيفي بالنسبه لليوم، بالنسبه للعم العيد الام ديال 21 مارس، بغيت نقول لك عيد ام سعيد يا احلى ام في الدنيا، ونتمنى تكوني ديما معايا، ودعي لي شي دعيوه، ودابا هما كيسمعوا فيك، شنو تقولي لي؟ شنو تقولي لي؟ امين يا ربي. الو الو ماما. الو انا غيتا. شوفي هاد بمناسبة عيد الأم ديال 21 مارس، بغيت تحت لي واحد الفرصة هاد النهار مني أنا كنتجول دابا في سونتخفيل، تلاقيت داك المسؤولين واحد ليكيب ديال شوف تيفي وعطاني الفرصة باش نعيد عليك بمناسبة عيد الأم، وبغيت نقول لك راني كنبغيك بزاف، وسمحي لي إلا درت معاك شي حاجة خايبة وراكي عارفة، شنو تبغي تقولي لهم؟
انا كنسامحك انا الله يرضى عليك بنتي انا كنبغيك الله يسامحك يلا وصدق النجاح امين شنو تبغي تقولي لهم انا كنشكرهم على هاد الدعوه اللي عطاتك باش تعيط لي وتشكر عليك كنشكرهم ها رم لاباس مزيان شي بخير ايوا بهذه المناسبه ديال عيد الام كنعيد لك امي و قناه شوف تي في تحت لي فرصه باش نعيد لك ايوا مزيان امياك ايوا دعي معايا امي شي دعوه اليوم ادعي ايوا دعي معايا ماشي اليوم عيد الام اليوم عيد الام خصك تدعي معايا بلا ايوا تانت يا امي بشي حجه باش كتمنى ان شاء الله ايوا كنبغيك بزاف امي هادشي اللي نقول لك كيف ما شفتوا مشاهدين قناه شوف تي في بعد ما عطينا التليفون للمواطنين المغاربه باش يتصلوا بالامهات ديالهم بمناسبه عيد الام كاين اللي كان مدابز مع الام ديالو تصالح كاين اللي عيط الام ديالو وضعت عليه وحتى حنا بدورنا كذلك كنحيوا كل الامهات المغربيات وكذلك كل الامهات ديال زملائي في قناه شوف تي في وكل الامهات المغربيات الى هنا كنكون وصلنا لنهايه الحلقه كنضرب لكم موعد جديد في حلقه جديده وسؤال جديد الى اللقاء